رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي موسى الأشعري يده بالليل ليصيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليصيب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث هو أمر لكل انسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين سعة رحمة الله تعالى وسعة فضله، ويبين حلم الله على عباده. فالله تعالى مع انه هو المنعم المتفضل الذي له الملك وله الامر وبيده كل شيء، وهو القاهر فوق عباده والقادر على ان يلبسهم عذابا من فوقهم او على ان ياتيهم بعذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، وان يجعلهم ويلبسهم السيعه، وقادر أن يفعل بالناس في الآخرين كما فعل بهم في الأولين حين أهلكهم، إما بسلطة وإما بإغراق وإما بإرسال حجارة من السجون من جهنم لتحرقهم في الأرض جزاء بعدهم عنه. الله تعالى مع قدرته على ذلك كله، ومع انه هو المؤمن المتفضل وما من نعمه الا وهو منه، ومع ذلك يبارزه العباد بالمعاصي ويعلنون الفحشاء ويجهرون بالمنكر ويعاندون ويكابرون رجال كون النساء. وإذا ذكرت دين الله اتهام به، وإن ذكرت كلمة الله أعرضوا عنها، وكثيرا ما يستخفون بالذين يدعونهم إلى الهدى وينهونهم عن المنكر، ومع ذلك كله الله يقول لهم إن رحمة ربك من وسع مفتوحة أبوابها أمامة. بالليل تبتم أو بالنهار أمدتم واعترفتم بذنوبكم وأقبلتم على ربكم، فإن الله يغفر خطاياكم ويكفر سيئاتكم ويعفو عنكم، إلا تكتب لكم حسناتكم بعد ذلك. إذن هذا يدل على أن التوبة مقبولة باطل من أي عبد، ومهما كان الذنب فلا يوجد نوع من الذنوب يقال فيه إن الله لا يقبل التوبة العباد منه، سواء كان كفرا أو سحرا أو قتلا أو زنا أو سرقة أو أي ذنب من الذنوب. لكن التوبة لها شروطها، وهي ترك الذنب والندم على ما وقع من الإنسان من المعصية، والعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب بعد ذلك، يعزم على هذا. ثم إن كان عليه حقوق من الناس
يرد للناس حقوقهم او يطلب منهم ان يحلوه منها، يعني ان يسامحوه. فان كتب شرط من هذه الشروط فان التوبة ما تكون سابقة ولا تكون توبة مصيرة. وقد جاء في الحديث الندم توبة، وثبت في الاحاديث ان الذين ندموا قبل موتهم غفر الله لهم ذنوبهم ولم يكونوا يعلمون انها تغفر لهم. فالرجل الذي روى قصته حديث البخاري ومسلم انه ان كان عاصيا لكن كان مؤمنا ولم يعمل بعد الايمان ساعه لله تعالى، وانه بعصيانه هذا احس انه ان مات وعوقب، فان الله يعاقبه عقابا شديدا على كل ما فعله مئتا. فالرجل قبل موته قال لابنائه: يا ابنائي، انا احس في مرضي هذا انني ميت، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا حسب تفسير، واحيانا يكون التفسير كاذب جدا. ان ربنا قدر علي يعذبني عذابا شديدا لانني لم افعل طاعه، فاذا امنت تحرقه بالسفر ثم ذروها. وفي رواية: ذر نصها في البر ونصها في البحر. فامر الله البر فجمع ما فيه بعد موت الرجل واحراقه بالسفر، وامر البحر فجمع ما فيه واوقفه امامه. سبحانه وتعالى اوقف الرجل امامه ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: فعلت ذلك خشية منك يا رب، يعني خوفا منك ان اعلم ثقل ذنوبي وكثرة معاصي، فخوفا منك فعلت ما فعلت. فقال الله له: خشيتك ادخلتك الجنة، اذهبوا به اليه، اذهبوا به الى الجنة فبه من عثراء الجنة. لانه ندم قبل موته واحس بخطئه. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ان الله تعالى يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. يعني ايه؟ يعني يقبل الله توبه الانسان ما لم تصل الريح الى القلقل او الى الصد، لان عند وصولها الى الصدر يرى الانسان الملائكه ويتاكد من موته. اما قبل ذلك فهو لا يدري انه يموت. اذا حين يتاكد من موته لا تنفع التوبه، كما قال تعالى: وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. يبقى حضر الموت يعني حضرت ملائكة الموت او حضر الكاتمون له، يبقى في الوقت ده ما بينفع ده. اذا هذا الانسان الذي تاب وغفر الله له يدل حديثه ان الله يقبل التوبة في اي وقت ومن اي ذنب. هذا جميل. انت عارفين قصة الذي قتل 99 رجلا ولما ذهب الى الراهب قال: يقبل الله التوبة؟ قال: لا يقبلها ابدا. لا ذهب الى عابد، والعابد اذا كان جاهلا فمصائبه في المسلمين كثيرة. فلما ذهب الى عالم قال: ومن قال لا تقبل توبته؟ اذهب الى قرية كذا واترك القرية التي انت فيها، هناك في الطريق، وادخله الله الجنة لانه ذهب تائبا مع انه لم يعمل حسنة. هي التوبة.
فقالوا ان التوبة حسنت يلقى الله بها جميع السيئات. ويقال لها الحسنة المباركة، لان هذا يا اخوة ان السيئات فيها مقابل الحسنات. فاذا كان عندك سيئات 100,000 سيئة يبقى عايزين 100,000 واحد علشان تخش الجنة. اما اذا كان عندك 100,000 حسنة مقابل 100,000 سيئة وكلهم مستويين في الوزن يبقى انت تعتبر ام يعتبر امرك موصولا الى الله، وانت من اصحاب الاعراف الذين يقفون بين الجنة والنار يوم القيامة وينتظرون حكم الله فيهم، لانهم استوت سيئاتهم وحسناتهم. وهذا رأي لكثير من المفسرين وبعض العلماء من المفسرين يقولون اصحاب الاعراف قوم ممتازون يوقفهم الله في مكان مرتاز يتفرجون على الناس يوم القيامة وينادونهم يا اهل النار لماذا لم تسمعوا كلام الواعظين؟ ولماذا لم تتأثروا بآيات رب العالمين؟ ولماذا لم تكن لكم حصول تخرجكم من الظلام الى النار؟ وانتم يا اهل الجنة مبروك عليكم، مبروك يا محمد، مبروك يا ابراهيم، مبروك يا سلمى، مبروك يا زينب، مبروك يا عائشة، الف مبروك. اتفضلوا اجروا بقى ورا النبي عشان تخشوا الجنة. يلا يا ولاد روحوا. طب وانتوا؟ احنا جايين بس ما نتفرج على الفيلم. يبقى دول ولاد اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسماهم. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه؟ انت كنت مستكبرين وكنتم متجمعين ومؤتمرين ضد المسلمين، ضد الشباب المسلم، ضد الرجال المسلمين، ضد المرأة المسلمة، وكنتم سائغين كل من يعمل صالحا. وحين قيل لكم احذروا عذاب الله قلتم والله ان كانت هناك اخره فلن يدخل الجنه احد سواه. اما هؤلاء فلن يدخلوا الجنه. اهؤلاء الجميع اهل الحرس يقولون لهم اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه؟ انظروا تلفين الفقراء، تلفين الدعون اللي بتقضي عليها 300 جنيه وفجره، تلفين الذين كسروا ثيابهم. انظروا صحيح لم يكونوا ذوي مناصب ولم يكن لهم حرس ولم تكن لهم في الدنيا من العظمة ومن الأمان ومن أسباب الشرف ما يجعلهم يهدمون الآخرين. لكن انظروا الملائكة في ركابهم وربهم يبشرهم والرسل تحتضنهم وظلال العرش تظللهم والجنة تناديهم. هؤلاء يذهبون الآن الى الجنة والملائكة من امامهم ومن خلفهم بساط الليل جنات تجري من تحتها الانهار مخلدين فيها لهم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اما انتم ايها الكافرون والمظلمين والمنافقون والمتمثلين ومن تعيشون في رحاب المسلمين وانتم تأتمرون على الاسلام انتظروا التقاء الابدي الذي لا ينتهي. كلما نجزت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوق العذاب. اذا هذا الموقف يدعوني
الى ان نتوب وان نسرع بالتوبة. وقال العلماء التوبة مفروضة على كل مسلم سواء فعل ذنبا صغيرا ام كبيرا. والتوبة مفروضة فردا فوريا. يعني ايه؟ يعني البنت مثل مصر صحيح رجلها عريانة وصدرها عريانة ورقها عريانة وكتفها عريانة والجزء الملبس نخليه يعني مضيق عليها يكاد ان يخبطها. لقد ركت بطبط غلط استفزت عليها. يجب عليك بسرعة تفيد قلبا قلبا وتستغفر مثالا. تفيد سيد لما تبوى به يعني بصلة تبقى استغفر الله العظيم ده تبقى في ايه خالي استغفر الله العظيم ان البصلة حلوة بساك استغفر الله العظيم ان ابوها رجل تاجر بساك ثم بس البس ده لا من حيلة استغفر الله العظيم. طب هذا الكلام ده تبقى سفرية دي مهزلة والله يا راس عارف انك انت بتبسك صحيح البنت ملعون لأبوها ملعون وأخوها ملعون وجودها ملعون وخرجت من بين الملاعين هذا لك السفر. وكلهم يصيبه من الذنوب بعدد من يراها ويسكن بها. كل من يراها ويسكن بها ينظر لها أبوها ياخذ ذنوب مثل كل من رآها وأمها وأخيها وزوجها إلى آخره. لو فيه وقت موضة موضة جديدة عن الشفة بالزرع أبسط استفتاء بصلب الشرع والرجال يهددوهم بالسلام المدة ملاد الشرعية يبقى عال ولا وصلنا. أنا زمان كنت لو أعطي الأمر للنساء وصل نفس الواحد اللي صنعوه الرجال لابد من المجتمع ده ينصلح حاله. التجربة بتاعتي كان الناس بتصلي في كل الكلام ده. النهارده يا بدر عدد كبير وقعت الازمة دي. الست عايزة تلبس الشرعي والراجل السيد المضطرم بيكون لقطة. ليه؟ لأن ضروري تسمع كل حاجة فيها عريانة. عشان يظل هو ملعون إلى يوم القيامة. هؤلاء والعياذ بالله كسب قلوبهم. وتملك الله عليهم واصبح على قلوبهم ران فهم لا يفتهون ولا ينتفعون ويخفى عليهم ان يموتوا في الدار فلا الدنيا جمعوا ولا في الاخره انتفعوا وقيل بينهم وبين ما يفتهون كما فعل باشياعهم من قبل. المساله ليست لها. أيحسب الإنسان أن يترك كده؟ لا. فتعالى الله الملك الحق. الله لا يعلم. يبقى التوبة مفروضة ولابد من عملها. هذا الحديث. بعد كده الحكم الشرعي. كلمني المرة دي ساعة مسألة. طيب الصلاة تدخل في التوبة بس. إذا كان إحنا عرفنا المرة اللي فاتت ان الصلاة فرض ورسل على كل انسان بلد. وبلوغ المرأة او الفتاة ان يأتيها الحيض. وبلوغ الفتاة ان يصلح للزواج. يبقى البلوغ يفرض عليه الصلاة. والصلاة ركن من الاركان. من لم يصلي فلا اسلام له. لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الرجل كفر ولا الرجل والمرأة؟ كل كلام عن الرجال هو خاص بالرجال وبالنساء وبالانس وبالجن كمان. يعني الجن العفاريت اللي موجوده معانا في الجامع بيأس المسلمين حيث الحكم ده ايضا لهم كما ياخذه الرجال والنساء. ويقول صلى الله عليه وسلم
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ويقول أحد الصحابة: ما كان عندنا شيء يعتبر تركه كفرا إلا الصلاة. يعني الفراء الإسلاميين الصحابة كانوا يعتبرون من ترك شيئا منها فهو فاسق، من لم يخرج الزكاة فاسق، من لم يصوم فاسق، من لم يحج فاسق، من لم يبر والديه فاسق، من لم يكرم جاره فاسق، اما من ترك الصلاة فهو كافر. ولذلك اختلف العلماء، هل تارك الصلاة يموت كافرا او ان يموت مسلما فاسقا؟ فبعضهم قال يموت كافرا فلا يرثه اولاده ولا ترثه زوجته، لكن اذا كان اولاد زوجته لا يسلم عليه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لان كافر كفر مطلق. والاكثريه قالوا لا، هو فاسق قريب الى الكفر فيورث او يرثه من وراءه ثم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فيترك لربه يفعل به ما يشاء. الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فيها مناجاة لله في كل ركعة، والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي عمل لها احتفال في الارض واحتفال في السماء ليلة الاصلاة، حيث عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى حتى فرض الله عليه 50 صلاة، وما زال الرسول يسأل ربه التخفيف حتى جعله الله 5 صلوات في الفعل ولكنها 50 صلاة في الارض فضلا من الله ورحمه. والصلاة من فضل الله علينا انها سرير القلب وسرير البيت وسرير المسلم وسرير الجوارح، لانك اذا توضأت بجوارحك فان جوارحك تنير لك يوم القيامة. واذا دخلت في الصلاة فذكرت الله بلسانك ونويت بقلبك وعشت مع ربك في صلاتك فقلبك مستنير بنور الله وبذكر الله، ولسانك مستنير بقراءة القرآن وبالتسبيح والتهليل والتكبير والتكبير، فأنت في رحمة الله ونوره ما دمت في الصلاة. ولذا كان الذين يعرفون قيمة الصلاة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، كان النبي يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة ان هو برتاح، يعني احس بالطمأنينة والسعادة ان اذن خليني ندخل في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل السرة عيني في الصلاة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان الصلاة الصلوات الخمس مثل نهر موجود على باب الواحد منا يغتسل منه في الايام 5 مرات. وقال لنا: هل يبقى على جسده من درم الذي يغتسل 5 مرات كل يوم في النهر الذي امام الجاري يبقى على جسده الوسط؟ قالوا لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. تبعان يعني بنتوضا ونتريق ونذكر ربنا ونقرا قراننا كتاب ربنا ونتعلم منه وتنزل علينا الملائكه ونناجي ربنا وتغفر ذنوبنا، يبقى بكلها عشان 5 دقائق حسناها مع الله. طب قرون ده احنا طول النهار صايمين، واخر النهار كان رئيسه في العمل بيجمر ويستمر ويتكبر عليك ويجمد عنك ويوريك الذل، ما فيش كلمة متفكر أبدا.
يعني لو كان ينقص من راتبك بينقص، لكن ربك ما بيعملش كده، بتحط كاس ويقول لك 10 حسنات، ارفع اصبعها درجة، إلى أن ينفع أن ينفع أنت بها خطيئة، تصلي كل الثواب ده بنفسك، يبقى دي أيضا المرة دي عرفنا كم في الصلاة. الراجل مسؤول عن زوجته وعن أولاده وعن بناته، ومسؤول عن كل من تذكر آياته، إذا صلوا أخذ مثل ثوابهم، إذا لم يصلوا قدرة المحترم يناله من عذاب الله مثل ما ينال كل واحد منهم. فإذا كان عنده هو وزوجته وأولاده يصيروا أسرى، حضرتي سمي الراعي، حضرتي ريس، فطبعا الريس ياخد فوق دماغه بصدر الرئاسة، كان ليس على عشرة، يبقى يوم القيامة ربنا يعذبه عشان نفسه ويقول له يا دي كمان عذاب بنتك، عذاب بنتك الثانية، عذاب ابنك، عذاب ابنك الثاني لغاية ما ياخد عذاب العشرة، ولا دول عذاب عن صلاة الظهر، ادوا العذاب ده برضه عن عشرة عن صلاة العصر، وبعدين عن صلاة المغرب، وبعدين عن صلاة العشاء، ويا رب ان الركعة الواحدة يعيدها تاركها في جهنم 70 مرة، يعني 70 ركعة، فإذا كان الظلم هتضرب 70 يبقى 4×7 280 ركعة في جهنم، وكل ما يقف يا رجلي يا راسي وانا بثبت من ايام تاني، يا دماغي يا بطني بساطط وانا بثبت من ايام تاني، قال يا رب ارحمني وانا بثبت من ايام تاني. يبقى ده مسألة مين بتثبت عشان نعرف ما يجب علينا يا اخوة، ان شرح بعض يمكن ان تصل من هذه الايام القليلة وبلشت السنة دنيانا، نسأل الله تعالى عمل الكبه فموضعها ايضا يتصل المرة دي في قصة الوجبة الجسمة بالنسبة للقسم الاسلامي. قد نظن ان موضوع القسم في الدعوة الاسلامية موضوع لا يهمنا، لا، هو موضوع من اكثر الموضوعات يهمنا كثير، لأن ما في ساس الميتة بيتة اسمك حاكم، ما في ساس ان المختار في مكانه يبقى حاكم، المدير في الشركة حاكم، الوزير في الوزارة حاكم، الزعيم او الملك او الامير في الامارة او المملكة حاكم. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فكالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يولي ثلاثة، يعني من يتولى أمر ثلاثة ويقتل بينهم، ولكن الثلاثة بل أولاده، إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه في عنقه، يعني يداه مربوطة كان في عنقه مصحوب للوقوف أمام الله، لأنه كان واليا غله دوره أو سته عدله، إن كان عادلا سست يداه، وإن كان جائعا لم يعمل بما امر الله سحب على يده الى جهنم والعياذ بالله. ده دي سنة المسلمين. اذا نحن الان داخلين على تفسير المسلمية في الاسلام، غير اننا نسميها الحكم في الاسلام او الجانب السياسي، لان السياسة معناها ايه؟ معناها التدبير، فأنت تسير في بيتك تعتبر رجل سياسي لأنك تدبر أمر أولادك، والست في البيت تعتبر ست سياسية، وفي الكتاب يطلب بالدخول في السياسة، فمن هي في السياسة هم؟ هم مين قال إن هي في السياسة؟ هي خرج السياسة في الكتاب
هم بيبحثوا على كلمة اسم ايه السياسة. السياسة كلمة اكبر واهم. فالست في البيت تعتبر سياسية. الست النظر تعتبر سياسية. الست المفتشة سياسية. كمان الست المديرة سياسية. فاذا الست الان تدير امر السياسة في المجتمع. وقبل الان بكام الف سنة هي برضه بالتقليد. لكن مجرد يتقتنع بكده. ويرجع سوا. اذا المراد السياسة تدبير امور الناس. يعني ايه تدبير امور الناس؟ يعني اذا كان حضرتك تعيش في صخرة وفي عزلة يقال انك معتزل. ما لسه دخل بالسياسة في الوقت. اما ما دمت قد حس مع الناس وتزوجت وانجبت وحضرتك ليس اب وليس ام وليس جار وليس اخ وليس عم وليس خال وخاله فانت مطالب بان تقوم بواجبك مثل هؤلاء وانت في هذا الوقت رجل سياسي. هذا بالمعنى اللغوي. المعنى السياسي العرف اللي الناس اتعرفوا عليه النهارده ان السياسي معناه الرجل الحاكم او الطالب الحكم. يعني الزعيم مثلا البلد فيها حزبين. فالحزب ده طالب ان يكون حاكما. فهذا الحزب بيحاول بيعمل مبادئ معينة ويقول الناس انتخبوني لأكون حاكما لأنني أكون أصلح من الحزب الآخر. يبقى هذا حزب طالب سياسة. أو يكون طالب سياسة بالفعل مثل الحاكم الذي يدير أمور الحكم في الرأي. يبقى دي السياسة اسمها بالمعنى العرفي. المعنى العرفي معنى ضيق كلمة السياسة ضيقها قليلا. طيب يا سيدي بالمعنى وين الاثنين؟ عايزين نشوف الاسلام في السياسة. كيف بدأها وكيف طورها؟ أرجوكم افتحوا آذانكم وعقولكم. لأن عدم فتح الآذان والعقول يخلينا بعد ما نطلع نوصل نسمع ايه؟ ولما فيك اللي سمعتوه من سنين انت اللي قلته. انا خصت لك على باب المسجد وسالته وانت طالعين. تعالى بابا انت سمعت ايه؟ والا يبقى احنا كانك لا بزيت ما غزيت ولا رحت ولا بزيت. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام في مكه انت معاه. ينفسي ان يدبر الاجابة كان لا غلط غلط وتأثير على مقامرة على مقامرة تحت قامرة قلبي. الرسول كان ينفسي ولا يخطط. انا قلت مئة مرة ان التفكير كله للتدبير من الله تعالى. اللي كان بيدبر الله واللي كان بينفذ رسول الله على الصلاه والسلام. فالرسول على كل المثال احتاجوا اللي انت تكتبوا قلبه للناس وعايزين تدعوهم الى الله. 4 سنين مدى الخمسه انت عايزين تتقبلوا من مين؟ ما ينفعش. وظيفة الرسول ايه؟ اسمع لو اتعرفوها دي. نمرة واحد يتلقى الوحي من الله. نمرة اثنين يبلغ الوحي للناس. نمرة ثلاثة يشرح الوحي لهم.
يعني يبينه يطرحه يطرح الفرعون وشرح الوحي وتبيينه زي يطرحه بالسنة بالحديث وده اللي احنا سميناها بقى سنة رسول الله والسنة تبيين وتفسير للقرآن وبعدين الأول وتلقى الوحي ولما تلقى الوحي سميه نبيا كمين يبلغ الناس فإذا بلغ وأمر بالتبليغ سميه رسول أو جزء عن فيه إني أوحينا إليك كما أوحينا إلى موسى والنبيين من بعده يبقى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يبقى ده التبليغ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه يبقى ده التبيين والتوزيع بعد كده الحكم وتطبيق الإسلام إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم يعني عليك أن تحكم بما أنزله الله وأن تبين أحكام الله في القرآن ثم ثالثا الرسول عليه السلام عليه أن يرعى شؤون الناس وينظر فيه هل ينفذون الإسلام بدقة أم لا ينفذون الإسلام بدقة يبقى كأن ده اسمه التفتيت ومراعاة التطبيق ثم الرسول عليه السلام البند السادس ينفذ الدين أمام الناس ينفذ الدين يعني ايه؟ يعني ربنا امر بالصلاة وان امسك الصلاة الله امر بها اقيم الصلاة الرسول بلغها وخلاص للتبليغ بعد ما بلغها يبين كيف تكون فيعلمهم ان السبت ركعتين والظهر اربعة والعصر اربعة والمغرب ثلاثة والعشاء اربعة بعد ما يبين يبتدي يصدق فيصف امامهم ويصلي ويكلم كما يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي ويقول خذوا عني يعني في الحج مناسككم يبقى ده هو الوضع اللي بيوصى عليه يبقى بيصدق وبيرعى امور المسلمين كما راى رجلا ينكر في صلاته فقال هذا الذي يسرق في صلاته قال كيف يسرق في صلاته قال لا يتم رفوعها ولا سجودها يعني صلى مصر يبقى بيفتش وبيرعى وكان يشوف اللي بيصدق صح ولا غلط اللي بيصوم صح ولا غلط اللي بيزكي صح ولا غلط اللي بيحج اللي بيجاهد اللي اخطا في حقوق الزوجه اللي بعشرين زوجتهم بطريقه فيها مبالغه او فيها تفاهم كان يرعى ذلك كله واضح الكلام ده يبقى معاه ست وظائف كلب العالم عليه ميزة تان عليه ميزة طول الوقت لا يوقع منه لكن عليه التبليغ وعليه التبيين كل واحد بيبين كسب علم العالم علم القرآن وعلم السنة وإن اجتاز الأمر إلى اجتهاد وهو يصح يجتهد يبقى هذا هو التبيين ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل سيدنا معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد ما وضفت نفسك القضية قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد ما فيش نفسك السنة أنت القضية دي جديدة خالص قال اجتهد رأيي فضرب صدره مسرورا منه وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ويرضى يبقى همس هذا هو العالم الذي ذهب ليكون واليا او حاسبا وبناء عليه العالم عليه التبيين وعليه التبيين وعليه الاستراس وعليه التطبيق للناس
وعليهم قسم دائما القسم بالحد. ولذلك كانوا ان اولي الامر بعد رسول الله في الناس ان الامر هم العلماء. فجاء البعض وقفت بولاه الحكام قال ياخذون الولايه من العلماء. العلماء بالله وبالدين الوردون الاتقياء الامناء على هذا الدين. وعلى هذا الاساس ليه قالوا هذا؟ قالوا لان الحاكم ان كان عالما فقد دخلت الامر وهو ولي امر المسلمين، وان لم يكن عالما حرم ان يحكم الا بعلم العلماء. يعني ايه؟ يعني بفتوى العلماء كمرجع الحاكم الى العالم. واذا لم يرجع فقد ظلم، لم يرجعوا فقد العالم دلوقتي يجيبوه ملة في التمثيلية وداخل في التمثيلية نفسه يتكلم نفسه يخد الملة يا فندم. ليه؟ لأن صار مسخرة في الزمن اللي أصبح مهزلة وكل مسافات وذل صار الملة ده له عند الناس. يبقى عرفنا اسمه وظيفة النبي. الغلطة دي جت لما قلت لكم الرسول كان بينفذ ولا بيخطط ويجدر؟ يبقى عرفنا ان كان هو بيجد بيخطط ولا بينفذ؟ كان منفذا. وبناء عليه طيب هل كان حكم بالاسلام في نفسه ان لم يكن حكم؟ الدورة في نفسه كان دورة فردية. قصة في الخلافة دور التكوين النفسي التدور اسقط على ثلاث، على عقيدة وقيادة ورقابة. عقيدة وقيادة ورقابة، عقيدة وقيادة ورقابة. عقيدة هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وهذه العقيدة كان هام جدا ان تزرع في نفوس المسلمين. ليه؟ ليه الايمان بالله وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الاخر؟ اسمعنا دول ويا بعض والقضاء والقدر، اسمعنا الستة دول. لماذا؟ قال المسألة بسيطة. المصدر الاول الذي يأتي منه كل الخلق هو الله. فالله هو الذي يأتي منه النعم والفضل والكرم، وهو الذي يأتي منه القانون والدستور، ويأتي منه الكتاب والنور للبشر، وتنزل منه الرحمة والسعادة لكل عباد الله، بل كل مخلوقات الله من انسان وحيوان وطير وحشرات. تنزل على من؟ تنزل على كل الناس. مش معقول لان كل الناس لا يستقيم، انما اللي يصلح انسان معين. فالله يختار من الناس انسانا يربيه ويكفيه ويهذبه ويكمله حتى يصلح لنزول كتاب الله. وهذا هو الرسول. من الذي ينزل بالوحي من الله الى الرسل؟ الملائكة. من هنا وجب الايمان بالملائكة بعد الايمان بالرسل. يبقى الايمان بالله لانه مصدر كل شيء وكل خير منه وكل شيء منه، كل كل من عند الله. والايمان بالملائكة لانه الواسطة بين الله وبين الرسل. الايمان بالرسل لان دول اللي ربنا اختارهم منا علشان يقودون البشريه ولم يختر غيره. ولذلك كان كل قائد صار خلف النبي فهو سعيد وتسعد به امته، وكل قائد او عالم او حاكم او اي انسان عابد
اجتماعي اقتصادي سياسي. اي انسان قابل اجتماعي اقتصادي سياسي بعد ان النبي فقد سقي واسقى من سبعه. وحط راس التفكير ليه؟ لان الله اختار البشريه واحدا هو رسوله ورباه وعلمه وقال للناس اطيعوا هذا الرسول لعلكم ترحمون. واضح؟ يبقى هذا الرسول يبقى يجب اتباعه وعلى اساس ان ربنا اختاره. طيب ليه بنؤمن بقى بالكتب؟ لان الرسول حين ياتينا بيقول لنا انا جاي من عند الله، يقول له ماذا جئت به من عند الله؟ ما الذي ارسله ربنا فيكون هذا الكتاب؟ القران من عند الله. وانا جئتكم به وانا مثلكم مامور بما في القران كما انتم مامورون. وانا اول المسلمين لاول واحد يجب علي ان اتبع ما في هذا القران. طيب افرض ما تبئناش يا رسول الله، قال المساله بسيطه، كل من في الحياه يصير موكبا وراء موكب، وكل موكب يصير يصل الى القبر فيبتل، والذين بتلوه يبتلون بعد ذلك من بعده، والذين بتلوهم يبتلون من بعدهم، فالكل سائر الى الله تعالى. هذا الدفن هو مرحلة التقاء مع الله ليحاسب الناس على الصغيرة والكبيرة. ولذا قال تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، يعني ستلتقي بربك. ولذلك عند الموت من الناس من يحب لقاء الله ومنهم من يكره لقاء الله. من اراد الله به خيرا احب لقاء الله فاحب الله لقاءه، ومن اراد الله به سوءا كره لقاء الله فكره الله لقاءه، لانه لا يناله من الله الا العذاب والا من انتقام والعياذ بالله تعالى. اذا المرحله النهائيه هي اليوم الاخر. عشان كده بنؤمن به، والايمان بالله وباليوم الاخر لكل دين بيخلينا احنا ننسى الخلق ونفتكر الخالق، وننسى الدنيا ونفتكر الاخره، وننسى مظاهر الحياه وذكرتها، ونذكر ما عند الله، ونؤمن ان ما عند الله خير وابقى. وما عندكم ينسد وما عند الله باق. واضح؟ انا بقول على سنة الثامة لتفتدم على الكلام ده، تثبتوا تتكلم بيه يا اخوة. انا عايز الموجودين الان يفرضون كل اسبوع الالسنة حقا تنير للناس الظلام وتضيء لهم وجه الحقيقة فتنصر بين الناس العدل والقيم. قولوا اقيموا السنة الحق، يكن الله لكم ويكن معكم ويبارك حياتكم ويسعدكم. اما ان كتبتم فالكاتب على الحق فيكان اكثر. اذا هذا الايمان عرف الكلمه. انا عرف ايمان وقياده، عقيده وقياده. القياده وجود الرسول بينه وبينه امامه. ولا بد دائما من المربى، الولد بدون ابوه يدعو. ولذلك اليتيم بيتعب يبني الطفل عن وصي او ولي يتولى تربيته حتى لا يضيع في المجتمع اذا كبر بدون تربيه. ثم الناس بدون عالم يدلون بعد الرسل،
ان العالم العامل هو كما قال العلماء وكما قال المحققون الناس اقرب اليه من حاجتهم حتى الى الطعام والشراب، لان حاجتهم الى العالم هي حاجتهم الى ما فيه سعادة في الدنيا والاخرة. اما لو جاء حتى الموت بموت ياتي الثواب عند الله، لكن حين يضيع من الدين ضاعت الدنيا والاخرة. فهذا المعنى مهم جدا. يا بنات لابد من قيادة الرسول للمسلمين. كانت الرقابة بدون مين؟ على قسمه. كنوسك القلوب متنوعة. الله اكبر بان بعض القلوب تكفي حتى تكون كالحجارة. لان بعض القلوب تصير مثل الصلب ومثل الجبال لا تتأثر ولا تسمح لشيء، حتى ربنا اخبر ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، ومن الحجارة من يتشقق منه الماء، ومن الحجارة من يسقط من فوق الجبل خشية من الله. فالانسان اذا وصل الى مرحلة الغفلة ومرحلة الخشية فلا الصلاة تنفعه ولا القرآن يحييه ولا المواعظ تذكره. هو قلب قاتل وضمير ميت وانسان لا حياة فيه يمشي على الارض. مهما وعظت ومهما ذكرت فهو جامد مثلج لا ينفع فيه حدا. اذا تيسد الرقابة، لان احنا مش عايزين مجتمع يقول ايه هو اللي بيوصل اي وصل يا جدع هم الجرانين ده ناس اهوى دلوقتي، ده الراجل سامع فيها قوي وعامل كانه اي المدير ياخر مدير يخرب بيته. لان الجرانين ده ناس اهوى دلوقتي، هات الدوسيهات يا جدع، ايه افتح الدوسيه. وبعدين يجي لي واحد يقول لي العملية حاجة عندك بقالها 6 أشهر، يقول لي كمان 6 أشهر، يقول لي حرام عليك يا بيتي أبيتي سفير أولادي بدون وصل الدين مرتب إلى آخره، يقول لي بسيطة ربك يرزقك، مش بتقول ربنا رزقك؟ أه خلاص يا في السماء الطفل وما توعدون. تدخل واحدة تانية تلبس عريان والبت عاملة آخر حاجة وبتعرف تلعب. اول ما تدخل اخذها في المدير، انا قلت لك امبارح من ادبت حسي، ازاي من ادبت؟ مش معقول انا كبرت ايامك امر في الميت مريض في الارض ما عايز يعمل راجل حاجه هامه جدا بس لانه دخل في احد في عنده نفس ولد صدر في المدير على المسافه بتخلص وتكون في الجيش دي ويصلي حاجه واحده بس. لله ان شاء الله بكره تجيني الناس تبقى الورق جاهز. ليه بكره دي بقى؟ هيكون مرتب اموره من مقابلة خاصة بعد لحالة ساعة كذا بالضبط تكون هنا، الساعة كذا دي ممنوع فيها الدخول. ليه؟ لأن الأمر أصل سر وخطير، وكل السر وخطير دي اللي بتتعمل كتير قوي عند المديرين وعند الآخرين. سر خطير دي يعني معناها موضوع حد صالح عنه. وتحصل الاتفاقية برضه من الاتفاقيات كلها دي بتمشي على طول العمل، لأن ده رجل فاحنا لما بنعيش بدون دليل وبدون حياة قلبية هنضر كل المجتمع. الكلمة قدرت احاسب ده، الكلمة قدرت احاسب اللي باع الست بالسيارة، الكلمة قدرت احاسب اللي طلع بطاقته قال لي نحن هنا انت عارف انا ابن مين؟ اقرأ البطاقة. فصرت وضع رأسي في الأرض يقول لي اتفضل وانظر للمدعوم يقول لي امري وامرك لله ما تتركش بيتي. اطلع مع السلامة. اعمل ايه؟ ما انت حر وسألني ما حصلش حاجة. يا راجل حرام عليك يقول لي فوق ان جبتها لن تبيك في البلد. بتحضرني فين؟ اطلع روح للكافر. ليه؟ مفيش ضمير. فاحنا بدون الرقابة القلبية والخوف من الله والشعور بأن الله يحاسبني لن يكون لنا قيام. يبقى إذا هي البناء السياسي. حضرتي وحضرتك لو أنا كنت دلوقتي وعملت أسف يعني أنا كنت
بص عندك استفاد جر وحسن استفاد العزيز وعندك احمد عندك عندك احمد وصابر وعرقر وكرتون وكلام وعمل مخصص وبعدين ده بيسرد كاميرا وده بيزيد كاميرا طبعا عارفين يتيجي بالصناديق ويتيجي بالسيارات وتنزل تتوزع كده وفي امان الله بدون مخصص بالسلام وكلنا وانا جيت عملت حكم اسلامي ودول كلهم هيبتدوا ينفذوا الحكم الاسلامي بالله عليك هذا في حكم خيريتك سموه الحكم الاسلامي قانون مثل القوانين الموجوده واحنا عارفين القوانين الموجوده كم وقت فات لاعب يقتل التلاعب في الحكم الاسلامي حرموا الحديث وعملوا عليه اعدام كم كتبت تجاره الحديث من التاجر الصغير الى الرتبه الكبيره الكبيره خالص الضخمه عمل معرفة الكتاب. اذا لابد من جميع الضمير. هذا هو تخصيص الله لامور السياسة بالنسبة للوضع في مصر. يا اخوان ان العهد النفسي كان اساس البناء السياسي مضافاً الى ما تقدم من توفية التربية العقيدة القيادة الرقابة واقصد بالرقابة رقابة الله سبحانه وتعالى ده كان اساس البناء وان العقيدة امين بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر والقضاء والقدر خيرين وشر يمكن ان تلتفت الحكمة في القضاء والقدر واسال الله برسله بيذكرني الحقيقة أن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر يقيد دائما بالإيمان بالقضاء والقدر منه لأنك حين تؤمن تتوكلك في الأرض جنديا لله تعالى وحين تمتلك جنديا لله تعالى سوف تناسب من المتاعب والمشكلات والمتاعب والآلام ما أخبر الله به في القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فأنت ثم تجد الأعداء الذين يتربصون بك والمنافقين الذين يتآمرون عليك وعلى دينك وعلى الذين معك فأنت تستشعر أن هذا الذي يصيب سببه البشر وحدهم وأن لا صلة الله به فالله يقول لك لا لا تفكر في هذا إنك لقيت مثلك في الحياة بقلب ثابت وعزيمة قوية وإيمان موجب ونور متصل بالله لابد ان تشعر ان ما يصيبك في الارض كتب لك في ليس في السماء ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر وان الله تعالى معك اينما كنت وانه يسمع ويرى وانما كل شيء ابتليت به لك عليه اجر ولك فيه ثواب وان الذي يبتلى ويمتحن في هذه القناة من المؤمنين هو الذي يحسن عوده وتنتظر نفسه ويصلح بعد ذلك بعد ممارسة القناة بكل ما فيها من حر وبرد وما فيها من ألم وأمل وما فيها من نعيم وما فيها من جهد الذي يمارس ذلك كله هو الذي يعظم عوده ويصلح ان يتحمل الدعوة ولذلك الرسل كلهم عظمت اعوادهم وابتلاهم الله وامتحنهم قبل الرسالة وبعد الرسالة لماذا؟ ليكونوا ذوي اعواد طيبة وذوي قلوب ثابتة وذوي نفوس منتهرة في بوتكة الربانية هذا الذي جعلهم اسمى واعلى من غيرهم فالايمان بالقدر يدفع الى العمل ويجعلك ترضى بما يصيبك ويجعلك تشكر الله تعالى على كل نعمه وترضى
بكل ضراء وتطلب من الله وحده ان يرفع عنك البأس من الله وحده، فهذا يجعلك لا تلتفت الى اهل الارض. فلسفه القضاء والقدر هي فلسفه تكوين العقيده بالله، فان الذي يؤمن بربه ثم يجعل للناس كل شيء ويجعلهم هم مقص كل الاسباب سوف يتعب ويقف في الطريق سوف لا يصير. ولذلك تجدون الرسل اجتهدوا سردوا سيدوا عجبوا امتلكوا لم يقصوا وقالوا هذا قضاء الله وقدره، وبل يقدر على ما يدين به، وبل انتقلوا من مرحلة الى مرحلة ومن نصر الى نصر ومن ثور الى ثور حتى كانت الغلبة لهم ذاتا. يبقى هذا ما يجب ان نفهم بالنسبة للقضاء والقدر. مثل قضاء القدر ده على ثاني انا يمكن بيت غلط وليه اسعى مستفاد للرزق اخر ما في داعي بقى للعملية، وليه اتزوج مش عايزين اولاد كتب لاولاد يجيني اولاد من غير جواز. غلط، لان ده كما قال الحكماء كانك تستبر الله، والله تعالى جعل الاسباب مرتبطه بالمسببات وجعل النتائج مبنيه على المقدمات، فاذا طلبت النتيجه بغير مقدمه فانت لم تكن فاهما عن الله ولم تعمل بما امرك الله، فالله لم يعطيك النتيجه انت اعطي نفسك المقدمه، اذا اعطيت المقدمه تعطيك النتيجه، لان ربك هو الذي جعل لكل شيء سبب، وضربت لكم امثله كثيره بعد ذلك في القران الكريم. طيب بقى في واحد يسال انا المسلم المسلمين ربي ولا بد من تربيه على العقيده والقياده والرقابه. طيب واحد حيكون يعني بالوقت ده ما نغيص بالاسلام لغايه ما نكون فئه فيها عقيده وقياده ورقابه، ولا اذا كان لا يوجد من هذه الفئه احد يبقى لا يمكن الحكم بما انزل الله؟ لا يمكن. اما ان كانوا يوجد مؤمنين وهم دائما موجودين والحمد لله رب العالمين، لا تزال طائفه من امتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. اذا في الامه دائما طائفه مؤمنه، وما دامت فيها طائفة مؤمنة اذا لو احنا استطعنا ان نحكم بالاسلام الان لحرم علينا ان نؤجل الحكم ساعة واحدة، يحرم علينا تأجيله. لماذا؟ لان الحكم بالاسلام ممكن من جميع النواحي، لكن اذا كنا الان لا نستطيع كمؤمنين، ولا اقلت مسلمين، كمؤمنين ان نحكم بالاسلام حكما عاما، فيجب ان نسير بخطوات الاسلام في الحكم الخاص اللي هو السياسه الخاصه بقى، السياسه بالمعنى العام اللغوي مش بالمعنى العرفي. يبقى نبتدي من الان نربي في انفسنا العقيدة، ونربي في انفسنا اتباع القيادة لأصلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ونربي في انفسنا الرقابة لله تعالى. والشرع اصبح واضح في صلاته وصيامه وزكاته وحجه وفي عباداته ومعاملاته وفي احكامه في الحدود وفي القصاص وفي كل شيء. احنا لا نستطيع ان نعاقب الزاني ولا الزانية، ولا نعاقب السارق ولا السارقة، ولا نعاقب شارب الخمر، لكن نستطيع ان نمنع انفسنا من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر ومن القتل. احنا معسكر المؤمنين، ومن يقع فيها من الاخرين ان تاب تاب الله عليه، وان لم يتب فعقابه على الله وليس علينا شيء.
المسلمين الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان بالحبشة ملكا لا يظلم عنده احد، وهاجروا الى الحبشة عاشوا هناك في ارض ليست اسلامية، واسلم ملكها وعاش بغير الحكم بالاسلام في الرعية، لان الاوضاع كانت بالنسبة له اوضاع خاصة الى ابعد حد، ومات هذا الملك مؤمنا، وكان كما جاءت الرواية نرى نور على قبره بعد موته. والمسلمين الذين كانوا معه عملوا بالقرآن بكل ما وصلهم من المدينة الى الحبشة، كل ما وصلهم عملوا به، لكن لم يستطيعوا ان يكونوا حكما اسلاميا حتى عادوا الى المدينة في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا ادري باي امرين اسر، بقدوم جعفر ام بفتح خيبر، لان سيدنا جعفر جاء ومن معه في هذا الوقت، والرسول عليه الصلاه والسلام جعل لهم من الغنائم نصيبا. هذا فتن يجب ان نعرفه، ونحن سندرس فتن اقسام اسلاميه كثيرا، فلا تعجلوا علي ولا تفننوا ولا تضربوا اكناسا في اسباب، انما اترك الامور لغاية ما نمشي فيها كده ونعرفها على اصلها، لان اسمحوني احنا بعدنا عن هذا العلم وهو من اصول الاسلام ومن فروعه، بعدنا عنه بعدا فاسعا حتى اصبحنا وكأن الحكم بالاسلام غريب عنا ولا شأن لنا به ولا دخل لنا به ولا يهمنا. عايزين نشوف حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام ماذا فعل؟ لقائنا في الاسبوع المقبل مع تنظيمات لاستعداد مع تنظيمات الحكم الاسلامي في المدينه. والله اعلم، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وكفر الله لكم جميعا.